بالقوة بدنا نرجع ناخذ مصرياتنا. هلا جايين بدهم يكروا هذا المشروع، ما عادش في كابيتال ليكروه ليعملوا كنترول، لانه اليوم في اجتماع للجان النيابيه اللي من 3 سنين لازم كان هيدا الكابيتال كنترول ينكر، لانه كان في كابيتال، يعني كان في المصاري كانت بعدها موجوده بالبلد. يلغي دور القضاء لانه بشكل لجنه من الحاكم من وزير الماليه من لجنه خاصه من قاضيين، وهي اللي بتمد بالدعاوى وبتمد بالنزاعات. لا يحموا حالهم، لا يحموا المصارف، ولا يحموا نجيب مئاتي، ويحموا كل النواب وكل اللي هربوا مصرياتهم لبرا. هيدا المصرف اصل ديونك، هيدا المصرف اصل ديونك، هيدا المصرف. اي مصرف بدي فوت عليه بدي ارجع ياخذ مصرياتي منه، وغصب عنهم كلهم سوا.